هاي. بوسة الحب معروفة عالمياً باسم فرنش كيس، نسبت للفرنسيين بسبب تحررهم الجنسي، واليوم هالقبلة معروفة بجالوش بفرنسا. الأحصاءات بتدل أنه 66% من الناس بيميلوا لميلة اليمين لما يبوسوا بعض. على الأرجح هالشي بيصير لأنه الجنين بيميل راسه لميلة اليمين ببطن أمه. أطول بوسة سجلت بفيلم كان طولها 3 دقايق و24 ثانية بفيلم إلينا أندون، وكسرت الرقم القياسي اللي سجله فيلم يور إن ذا آرمي ناو سنة 1941. مين قال إنه الخوف من التقبيل معروف ب فيليمافوبيا، وهي منتشرة بين الفئات العمرية المختلفة، تخلص منها بيطلب علاج نفسي مخصص؟ أنا قال. شوفكم بكره.